هناك أناس يعني يكذبون للأسف الشديد. ذكر يعني أشخاص تجاوزوا 70 من العمر، يقول نريد نصيحة لهم. يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ عبد الوهاب بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياك جميع المسلمين. أولا يا أخواني ويا أخواتي، والله والله لو لم يكن في الكذب إلا هذا القبح لكفى تحريما. لو لم يكن فيه إلا هذا القبح، لو ما ورد نص لا في القرآن ولا في السنة ولا يعني جاء شيء من الله عز وجل، يكفي هذا القبح. فإن الله عز وجل زرع في نفوس الناس كره الكذب وكره الكذابين، فيكفي هذا. ولذلك الكذب قبيح ولا خير فيه. والله جل وعلا يقول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إنما يفتري على الله الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن المنافقين بأنهم أهل كذب، والله جل وعلا أخبر عن المشركين بأنهم أهل كذب. ولذلك ما يليق بالمسلم أنه يكذب. المسلم يؤمن بالله وليؤمن باليوم الآخر، ويعلم بأن هناك ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما في لفظة تصدر من عذبة اللسان إلا وتسجل إما لك وإما عليك، إما لك وإما عليك. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر عن المشركين والمنافقين أنهم أهل كذب. قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قل جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هؤلاء الذين يقسمون كذبا. ويقول جل وعلا في آية المباهلة، قال ثم فنجعل لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكاذبين. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الكذب من صفات المنافقين، قال آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الكذب يمحق البركة، الله عز وجل يذهب البركة حتى في مسائل الأموال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال ولما ذكر قضية التجارة، وقال فإذا ذكر الشريكين، قال فإذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإذا كذب وكتم محقت بركة بيعهما، وإذا كذب وكتم محقت بركة بيعهما. يذهب الله هذه البركة. والكذاب سبحان الله من العقوبات المعجلة بغض الناس له، الناس يكرهون الكذاب ما يحبونه. وأيضا من العقوبات المعجلة لهذا الكذاب أنه ما يصدق حتى لو جاب خبر صدق. الآن إذا جاء الصادق، إذا جاب خبر، الناس كلها تطمئن له وترتاح وتصدقه. أما الكذاب هذا لو جاب فعلا خبر صدق قالوا لا تأكدوا، أو أهملوه، ما أحد يلتفت إليه. ولذلك ما يليق بالمسلم أن يكذب. هل يرضى المسلم أن يكون فيه خصلة من خصال المنافقين؟ هل يرضى المسلم أن تكون فيه خصلة من خصال المشركين؟ هل يرضى المسلم أن يذهب الله عز وجل بركة حياته وعمره وماله؟ هل يرضى المسلم أن يعيش بين الناس ولا سمعة له، ما له إلا السوء والعياذ بالله؟ يضرب به مثل السوء، إذا جاء خبر ولا قالوا لا تصير مثل فلان، يعني الكذاب. ما يليق الكذب، الكذب ما يليق. ولذلك يقول عمر عليكم بالصدق، فإن الصدق منجات، الصدق دائما هو اللي ينجيك، والكذب هو الذي يرديك. أبدا سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه وعباد. والله لقد رأينا هذا بأنفسنا، رأينا وعايشنا وشفنا أن الصدق هو الذي ينجيك والكذب هو الذي يرديك. أبدا. واحرص حتى مع غير المسلمين، كن صادق مع المسلم ومع غير المسلم، لا تكذب. المسلم لا يكذب أبدا، لا يكذب. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الكذب قال إلا في ثلاث، هذه لمصالح راجحة وبعدين غير متعدي المفسدة. الكذب في الحرب طبعا، لأنها الحرب خدعة، والكذب كذب الزوجين مع بعضهما، يعني الكذب مثلا لتأليف القلوب، والمقصود أنه يقول كلام طيب، ما يروح يعني يقول كلام طيب. وكذلك الكذب لأجل الإصلاح بين الناس، لأن الصلح بين الناس واجتماع الناس مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. فإذا صار بين
شخصين أو أسرتين أو عائلتين أو طائفتين أو بلدين، ويجوز الكذب في هذا لأجل لملمة الأمور، لأجل ترميم البيت الواحد، لأجل قطع الطريق على الشيطان كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخي الفاضل، أوصل لهم هذه الرسالة وقل لهم بأن الكذب حرام وقبيح، ولذلك هو من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن العقوبة يوم القيامة بأنه تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار، أولئك أهل الكذب وخطباء الفتنة وأهل النميمة وأهل الغيبة، هؤلاء يعاقبون معاقبة شديدة عند الله سبحانه وتعالى.